ضيفنا الدكتور أحمد الهاشمي، عضو مجلس أمناء جائزة الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبية. دكتور أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا. ساهمت الجائزة جائزة الشيخ حمدان بن راشد المكتوم للعلوم الطبية منذ انطلاقتها منذ حوالي 20 سنة عام 1999 في تقديم الدعم لكافة الباحثين والعاملين في القطاع الصحي محليا وعربيا وعالميا. ودكتور أحمد، حضرتك يعني من الأعضاء المؤسسين أيضا لهذه الجائزة، تكلم عن أهمية الجائزة جائزة الشيخ حمدان بن راشد المكتوم للعلوم الطبية، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا طبعا الجائزة أتت من فكرة من المقبول له الشيخ حمدان بن راشد المكتوم رحمه الله، وطبعا هو كان له الاهتمام الكبير في الصحة سواء كان في الحكومة الاتحادية أو المحلية، وأيضا كان هو رئيس دائرة الصحة في دبي ومن ثم هيئة الصحة. فالحقيقة كانت له نظرة بعيدة على أساس كيفية التطوير في المجالات المختلفة وأما البحوث الطبية، فأمر بأن تنشئ جائزة باسم جائزة الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبية. وطبعا في 1999 صدر مرسوم من صاحب السمو حاكم دبي بإنشاء هذه الجائزة، ولها مجلس أمناء وأمانة، وبدأت الجائزة طبعا الاتصال في كافة الجهات العالمية اللي هي طبعا وخاصة في مجال البحوث للترشيح للنابغين في الطب في المجالات المختلفة. ومثل ما أنت ذكرت في المقدمة، لأنها بدأت في 1999 وأول احتفال كان سنة 2000، وتم فيها الحقيقة تكريم الباحثين من كافة الدول العالم، بالإضافة إلى حقيقة جوائز أخرى للعالم العربي والمحلي. هذه الحقيقة نبذة قصيرة عن الجائزة. نعم، حينما انطلقت الجائزة يعني كانت تفكر بالعالمية وليس على الصعيد المحلي، فلم تركز فقط محليا، رغم طبعا أنه لم يعني تقصر أو لم تخلو يعني جهدا أو إلا أن بذلت الكثير من الجهود من أجل دعم الباحثين محليا وعربيا وعالميا، لأنه طبعا الصحة للجميع ومن خلال الجميع. وإضافة إلى ذلك الجانب الإنساني لم تنساه الجائزة، فهناك أيضا جوائز للعاملين في القطاع الإنساني، وتم تأسيس أيضا المركز العربي للدراسات الجينية. أيضا دكتور أحمد، هناك الكثير من المشاريع أو المهام التي قامت بها، وبحمد الله ما زالت تقوم بها الجائزة. طبعا نفس الكلام، أنا اقتبس من كلامك، لأن فعلا أيضا ذكرت لأن هي بدت عالمية، يعني أي علم أو أي بحث يفيد الإنسان ما في شيء اسمه حدود عالميا، بمعنى أن هذه الجائزة تكرم من قام بالبحث وله فائدة وله تطبيقات أينما وجد، سواء كان في الغرب وفي الشرق وحتى في المحلي. طبعا الجائزة طبعا ركزت على البحوث العالمية، ومن ثم كانت الحقيقة الفكرة الثانية اللي هو أيضا تشجيع البحوث والمراكز المختلفة في العالم العربي، فسميت بجائزة العالم العربي على أساس سبحان الله أن يكون هناك باحثين في كليات الطب أو مراكز البحوث في الدول العربية. فحقيقة هناك جائزتان بالنسبة تشملهم الجائزة كل سنتين، اللي هو الباحثين في العالم العربي، ومن ثم المراكز اللي تقدم سواء تقدم الخدمات الطبية أو البحثية، سواء كليات الطب أو المعاهد المختلفة. فالجائزة الحقيقة لا تنظر الحقيقة إلى لون أو جنس أو دين، أو لا تنظر إلى هذا الشخص ماذا قدم، الأشياء اللي تفيد البشرية هي الحقيقة. وطبعا الطريقة طبعا كل دورة يكون موضوع معين تطرح في بداية يعني بعد ما ننتهي من الجائزة والتقييم، نبدأ على طول طرح المؤتمر القادم سواء مؤتمر علمي أو البحوث، ومن ثم يعني المجال مفتوح لكل الأشخاص اللي موجودين في العالم، لها الحق يكون أن يرشح نفسه واللجان المختلفة اللي هو الحقيقة تقيم.
تقيم هذا البحث؟ وهل هذا يعني مفيد؟ هل بدا تطبيقه؟ ومن ثم طبعا يتم التكريم من قبل المنحه الماليه اللي الحقيقه نعم. منحها رحمه الله عليه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. نعم رحمه الله الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والذي اسس جائزه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم للعلوم الطبيه التي تهدف الى دعم الباحثين في شتى انحاء العالم من اجل صحه وسلامه الجميع ومن اجل الانسان اينما كان. ضيفنا الدكتور احمد الهاشمي عضو مجلس امناء جائزه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم للعلوم الطبية، ونذكر بطرق التواصل على الهاتف 600551414، الرسائل على 4006. المعرفة قوة والصحة نعمة. الطب القائم على البرهان يوفر للطبيب الاستعمال الصادق والواضح والحكيم لأفضل البراهين الحالية لصنع القرارات بشأن رعاية المرضى. وبمعنى أكثر تبسيطاً، إن أي قرار طبي يتخذه الطبيب ويتعلق بحياة المريض يجب أن يكون مدعوماً بالدليل العلمي والمرجعية البحثية التي تدعم صحة هذا القرار، وليس قراراً يعتمد على تقديرات الطبيب وخبرته الشخصية فقط. نصيحة بلسم لتعزيز الصحة. ضيفنا الدكتور أحمد الهاشمي عضو مجلس أمناء جائزة الشيخ حمدان بن راشد المكتوم للعلوم الطبية، وطرق التواصل على الهاتف 600551414، الرسائل على 4006. دكتور أحمد، الجائزة طبعا كما نعلم كل سنتين هناك مؤتمر وهناك حفل لتوزيع الجوائز، ولكن فريق العمل في الجائزة وضمن أهداف الجائزة لا يقتصر دعمه فقط على المؤتمر الخاص بجائزة الشيخ حمدان بن راشد، بل هناك دعم أيضا لكثير من المؤتمرات الطبية وورش العمل التي تعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة. الهدف دائما هو تبادل الخبرات والاستفادة الجميع، جميع الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي، من المعلومات المفيدة والجديد في الطب. تفضل. نعم حقيقة بالنسبة للمؤتمرات اللي تعقد يعني خلال السنتين، يعني من يناير إلى ديسمبر خلال 24 شهر، الحقيقة تشوف لأن الجائزة متواجدة في معظم هذه الحقيقة المؤتمرات، سواء مشاركة أيضا في اختيار الباحثين، اختيار المحاضرين، اختيار المحاضرات، الرعاية، التنظيم. يعني هي المعلومات اللي هو اللي يسمونها التعليم الطبي المستمر او continuous medical education، هذه الحقيقه مهم، لان اليوم انت في يعني طبيب اذا كان ابتعد عن هذه المجالات وعن المتابعه في اللي يحدث، فالحقيقه راح يظل هو متاخر. اليوم الادويه يعني يوم بيوم، شهر بشهر تتقدم البحوث، طرق العلاج، الاجهزه اللي دخلت الان في التشخيص، المئات الانواع سواء من الاشعاع من والى اخره. فهذه الحقيقه الورش او المؤتمرات الحقيقه تساهم ايضا الجائزه مثل ما قلت لك، سواء بالدعم المالي، سواء بالدعم المعنوي، سواء بالرعايه، سواء بالتنظيم. والحقيقه هذه لها فائده، يعني انا من وجهه نظري اقول لك كطبيب، يعني الطبيب اللي يبتعد عن عن هذه المؤتمرات وعن هذه الحقيقه او ما يعمل البحث او كذا، وينتظر على هو اللي اخذها في الماجستير او البكالوريوس او حتى لو الدكتوراه، الطبيب اليوم راح يتاخر. اليوم العلاج قاعد يتقدم يوم عن يوم. فهذه الحقيقه هذه نظره الجائزه كانت، اللي هي ايضا المشاركه في هذه المؤتمرات، سواء المؤتمرات والمختلفة، يعني ما نقدر احنا ما نحط نقول لك لان بس هذا المؤتمر فئه معينه، لا، هي المؤتمرات بصفه عامه كلها الحقيقه اللي الجهه المنظمه تلجا للجائزه، الجائزه تدعمها بالطرق اللي ذكرتها. نعم. وإضافة إلى ذلك سنتكلم أيضا عن جائزة مجلة حمدان الطبية التي تعتبر أيضا ضمن المشاريع التي أطلقتها الجائزة، جائزة الشيخ حمدان بن راشد المكتوم للعلوم الطبية. الزيارات الدورية للطبيب مهمة جدا، وهي أكثر أهمية حينما يذهب الشخص صحيح الجسم للطبيب دون أن يكون لديه أي مشكلة، فقط للفحوصات الدورية والاطمئنان.
ضيفنا الدكتور أحمد الهاشمي، عضو مجلس أمناء جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية. دكتور أحمد، أيضا الجائزة وفرت منبر مجلة حمدان الطبية بهدف نشر الأبحاث الطبية وكل ما هو جديد في مجال العلوم الطبية. الحوية أيضا هي من المجلة أيضا ضمن نشاطات جائزة الشيخ حمدان بن راشد المكتوم للعلوم الطبية. الحقيقة هذه المجلة محكمة من قبل محكمين عالميين، كنا نصدر أيضا العدد الورقي ومن ثم الإلكتروني. الآن الحقيقة غالبا الناس كلها تعتمد على المجال العدد الإلكتروني، وهذه الحقيقة متاح لكل من الحقيقة يدخل على الموقع، موقع الجائزة أو موقع المجلة، والحقيقة لها قراء كثيرون، وأيضا المشاركون سواء من سواء الفائزين في بحوث جائزة الشيخ حمدان أو بحوث أخرى تقدم للجائزة. وهي الحقيقة هذا فرع أيضا مهم، لأن هي المعرفة كما قلنا البحوث، والبحوث التي تنشر أين تنشر؟ تنشر في المجلات، ومن ضمن هذه المجلة مجلة حقيقة محكمة لها محكمين عالميين، ولنا الحقيقة متابعين يعني في كافة أنحاء العالم. نعم. من دبي انطلقت جائزة الشيخ حمدان بن راشد المكتوم للعلوم الطبية، انطلقت إلى العالمية ووصلت إلى العالمية، إلى مصاف الجوائز العالمية الكبرى. هناك أشخاص يعني من الذين فازوا بجائزة الشيخ حمدان وأيضا نالوا جوائز أخرى مثل جائزة نوبل وغيرها. كلمة ختامية دكتور أحمد، تفضل. والله الحقيقة أنا في يعني في ما أقدر يعني أختم هذه الكلمة إلا أكون بالشكر والتقدير والرحمة على صاحب الفكرة اللي هو كانت يعني عبارة هي الشعلة اللي بدت بأمر الشيخ حمدان الراجل المكتوم الله يرحمه، والحقيقة الأجهزة أيضا سواء الأجهزة الفنية والإدارية والأمناء ورئيس مجلس الأمناء، فالكل الحقيقة كان الهدفهم اللي هو تنفيذ رغبة الشيخ حمدان رحمة الله عليه تكون جائزة عالمية، تكريم من هو له الأحقية أن قدم شيء للإنسانية. مثل ما أنت ذكرت أيضا من كلامك أيضا عبارة هناك المتطوعين أيضا المحليين اللي خدموا أو العالم العربي، فأقدر أقول لكم الله يرحم إن شاء الله الشيخ حمدان، وأشكركم أنتم، وأيضا أشكر الإعلام اللي أيضا الحقيقة أيضا ينشر يعني العمل اللي ما تقوم به الجائزة بالنسبة للجمهور. نعم. إذن كل الشكر للدكتور أحمد الهاشمي، عضو مجلس أمناء جائزة الشيخ حمدان بن راشد المكتوم للعلوم الطبية. الشكر لك دكتور أحمد، وأيضا لفرق العمل المختلفة التي تعمل على مدار اليوم على مدار السنة من أجل الاستمرار في نهج المغفور له الشيخ حمدان بن راشد المكتوم رحمه الله. وشكر لكم أنتم أيضا مرة ثانية اللي هو يعني تعرضون نشاطا نحن بواسطة الكلمة المسموعة للشخص المهتمين بهذه الجائزة، وشكرا لكم. مع الشكر والتقدير.